انتهت مؤسسة حياة كريمة من أعمال إنشاء منزل المواطن علاء عزت بقرية مسارة بمركز ديروط في محافظة أسيوط. وقال أصحاب المنزل إن منزلهم تعرض لحريق تسبب في وفاة شقيقتين، وفوجئوا بمسؤولي مؤسسة حياة كريمة يعلنون عن تحمل المؤسسة لأعمال هدم وبناء المنزل من جديد. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الكبيرة اللي عاملها في جميع القرى والأرياف، ونشكر حياة كريمة على المجهود اللي عملته معانا أول ما سمع بهذا الموضوع الحادث الأليم اللي هو تم في هذا المنزل. وأول ما سمعوا بهذا الموضوع قاموا برفع الأنقاض اللي هي كانت في هذا المنزل، وابتدأوا يبحثوا في الأساس والأساس بتاع المنزل، والحمد لله وصلنا لحد هذا الوضع اللي احنا فيه. اول ما عرفت حياه كريمه باللي حصل حسيت عدنا على طول، بعد بشهر ونص تمام راحوا مستلمين البيت انقاض وبتاع وطلعوا كل حاجه فيه وابتدوا يعملوا شغلهم، وبسم الله ما شاء الله عملوا شغل حلو الحمد لله على كل حال. ونحب نشكر السيد الرئيس ان حياه كريمه عامله شغل في كل قريه، كل الناس فقيره عامله شغل معاها. اول ما عرفت حياه كريمه بالخبر جت استدعتنا وخدت معانا اجراءات وخلصت معانا كل حاجه، وزي ما حضراتكم شايفين يعني شطبت البيت، واحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي.